عرفينا بحضرتك. دكتورة داليا أبو بكر البيري، أنا صيدلانية مقيمة بدولة الكويت، أعمل في الرقابة الدوائية بوزارة الصحة. أهلا بحضرتك يا فندم. كلمينا عن حرصك النهاردة على المشاركة في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج النسخة الثالثة. طبعا إحنا كمصريين في الخارج، إحنا سفراء مصر غير الرسميين بالخارج والقوى الناعمة وخط الدفاع الأول بالنسبة للمصريين بالخارج، وبالتالي بنكون حريصين على المشاركة في أي فعاليات تربطنا أكتر بوطننا الغالي مصر. من قبل شاركت أيضا في منتدى شباب العالم، والنهاردة بشارك في مؤتمر المصريين بالخارج عشان نعرف أكتر وأكتر إزاي ممكن نشارك في بناء جمهورية مصر الجديدة، وتكون مصر قد الدنيا وهتبقى قد الدنيا بإذن الله إن شاء الله. شايفة النهاردة المؤتمر ممكن التوصيات اللي يخرج بيها أو الثمار المؤتمر ده شايفة هتكون إزاي؟ طبعا المؤتمر النهاردة تناول عدة محاور، منها الخدمية ومنها التعليمية ومنها الاستثمارية والقومية، وبالتالي أنا شايفة أن إن شاء الله الريكومنديشن أو التوصيات اللي هتطلع من المؤتمر ده هتكون بإذن الله في صالح المصريين بالخارج وبصالح وطننا الغالي مصر إن شاء الله. هل في قضايا معينة عند حضرتك في الدولة المقيمة فيها في الخارج حابة أن أنت مثلا توصليها النهاردة للوزارة أو للمسؤولين عشان يبقى في حلول؟ هو طبعا من أهم القضايا اللي تم تناولها النهاردة واللي تهمنا بالذات في دولة الكويت، طبعا ما يخص جوازات السفر وبطاقات الشخصية، طبعا ما يخص التعليم وبخاصة مشكلة تنسيق طلب الثانوية العامة المعادلة الكويتية. طبعا من ضمن الأمور برضو مهمة جدا ان احنا نصحح الصورة اللي واصلة للمصريين بالخارج عن المشاريع القومية والمشاريع الاستثمارية القائمة في مصر. على سبيل المثال احنا من خلال فعاليات المؤتمر قمنا بالزيارات للمشاريع القومية، ومثلا العاصمة الإدارية الجديدة احنا عرفنا ان في معلومات كتيرة استفدنا منها كانت بتوصلنا بشكل مغاير من خلال الإعلام المغري، لكن احنا طبعا من خلال اللي شفناه واللي لمسناه من خلال فعاليات المؤتمر طبعا هنكون حريصين جدا ان احنا نوصل الصورة دي في البلاد المصريين بالخارج او ان احنا مقيمين فيها ان شاء الله يا فندم. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك. لحضرتك طبعا استاذه رقيه، واحب اتوجه بالشكر لدولتنا المصريه العظيمه ولفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولوزاره الهجره وجميع القائمين فيها. وفي الختام بنحب نقول نبارك لمعالي الوزيره سهى الجندي على المنصب ان شاء الله، ونتمنى لها كل التوفيق، وبنشكر معالي السفيره نبيله مكرم على ما بذلته من جهود رائعه يشهد بها الجميع، ونتمنى لها التوفيق فيما هو. وشكرا جزيلا ان شاء الله يا حبيبتي. شكرا يعني.